قدم العلم للبشرية الكثير من الخير، لكنه أيضا ارتكب أفعالا قاسية وغريبة. ينظر إلى العلم على مدار التاريخ البشري باعتباره مصدرا للخير والشر على السواء، لكن التمييز بين الأمرين عزيزي المشاهد يعتمد على المعايير الأخلاقية لكل فرد. وكما ارتكبت فظائع باسم الدين عزيزي المشاهد، ارتكبت أيضا شرور وأفعال قاسية وأمور غريبة باسم العلم. على سبيل المثال لا الحصر، تبدو تلك التجارب الثمانية عزيزي المشاهد من التاريخ الحديث مبهرة وقاسية وبشعة في آن واحد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ آمل أن تكونوا بخير. تجربة الاكتئاب في القرود. في محاولة لفهم الاكتئاب وكيفية معالجته، قرر هاري هارلو عالم النفس إجراء تجربة مرعبة عزيزي المشاهد. وكانت تجربة هارلو تتم بقردة صغيرة، حيث أراد تحويلهم إلى قردة مكتئبة. والقيام بذلك أخذ هارلو الحيوانات الصغيرة المسكينة بعد أن ارتبطت عاطفيا بأمهاتها عزيز المشاهد، وضعهم في قفص مظلم لمدة 10 أسابيع. تصور ذلك. بعد عدة أيام فقط من العزلة، أصبحت القردة الصغيرة تعاني من الذهان ولا يمكن معالجتها، وهو مرض يسبب خللا في الإدراك الحسي والتفكير المنطقي، ويتعرض خلاله المريض لنوبات هلاوسة شديدة. عقل بشري داخل فار. ربما هذه من أكثر التجارب العلمية رعبا وجنونا، رغم أنها عزيز المشاهد لم تكن تجربة قاسية، إلا أن بها بعض الآثار المرعبة، حيث قرر الباحثون بمعهد سالك بكاليفورنيا أنه سيكون من الممتع محاولة إنماء خلايا عقل بشري من خلال حقن أجنة الفئران بخلايا جزعية بشرية. الجزء المخيف عزيز المشاهد أن الأمر قد نجح بالفعل. الخفافيش المتفجرة. في منتصف الحرب العالمية الثانية عزيزي المشاهد، كانت لدى الولايات المتحدة رغبة يائسة لتغيير دفة المعركة ضد اليابان، وبسبب ذلك كان الجيش منفتحا على بعض الاقتراحات الجامحة والمجنونة عزيزي المشاهد بطبيعة الحال. وكانت احدى الافكار الجنونية ان تنتشر صناعة قنابل من الخفافيش. وتقوم الفكرة عزيزي المشاهد الغريبة على التقاط الجنود الامريكيين للخفافيش، ثم ربط جسدها بالمتفجرات ونشرها في الاراضي اليابانية. يبدو أن الفكرة قد أعجبت المسؤولين، إلا أنهم قاموا بإلغائها في اللحظة الأخيرة بسبب القنبلة النووية. في الواقع كان أمرا جنونيا بالفعل. تجربة سجن ستانفورد. كانت هناك ميدالية للمرتبة الأولى لأكثر التجارب النفسية البشرية رعبا في التاريخ، قد تفوز بها عزيز المشاهد تلك التجربة. أخذ فيليب زيمباردو من جامعة ستانفورد 24 طالبا وصنع لهم سجنا وهميا في حرم الجامعة، ثم أعطى لمجموعة مهمة أن يكونوا حراس السجن، بينما أعطى الباقين مهمة السجناء. وخلال يومين أظهر أغلب الحراس نزعة سادية، وبعد فترة قصيرة كان عليهم إخراج 2 من السجناء بسبب ما عانوه من صدمات نفسية وعاطفية. بعد 6 أيام أدرك مسؤول الجامعة ما كان يحدث وأوقفوا التجربة. العقل البشري شيء مدهش ويتأثر بسهولة. ممرضات القاتلات. 1966 أراد شارلز كي أوفلينغ طبيب نفسي تعلم المزيد عن علاقات الممرضة بالطبيب، فأعطى لمجموعة من الممرضات أمرا من طبيب مجهول بحقن جرعة مميتة من دواء مجهول لمرضاهم. كانت كل عبوة من الزجاج المجهولة عليه إرشادات توضح الجرعة القصوى، ومع ذلك قامت 21 من أصل 22 ممرضة بإعطاء الجرعة المميتة للمرضى فقط لأنهم أخبرنا بالقيام بذلك، بالرغم عزيز المشاهد من علمهم أن الجرعة التي سيقدمونها للمرضى هي جرعة قاتلة. تجربة التحكم بالعقل. محاولة للتفوق على السوفيات في الخمسينيات، ابتكرت الاستخبارات الامريكية CIA مشروع MK Ultra، وعلى المدار 20 عاما التالية اجرت CIA حوالي 150 تجربة تتضمن استخدام مخدر SLD والحرمان من النوم والصدمات الكهربائية، حيث هدفت تلك التجارب عزيزي المشاهد لتوسيع عقول المشاركين بالتجربة واضافة قدرات فائقة لا تدركها الحواس. طبعا لا حاجة للقول ان التجربة لم تنجح كما خطط لها واغلق البرنامج في 70. بكل بساطة عزيزي المشاهد،
كلب برأسي. في الأربعينيات قرر الطبيب السوفيتي سيرجي إس ريوكونيكو القيام بشيء غريب، أراد زرع رأس ثانية لكلب بدلا من رأسه الأصلي. الأمر الجنوني حقا كان نجاح التجربة بالفعل، وللأسف لم يعش الكلب ذو الرأسين طويلا، إلا أن تجربة ريوكونيكو أسهمت بشكل ضخم في علم جراحات الزراعية. تجربة الزهري توسكيجي تعد واحدة من أقصى التجارب التي أجريت في التاريخ الأمريكي، بدءا من عام 1932. أرغمت السلطات المزارعين السود المصابين بالزهري من توسكيجي ألاباما الخضوع لبرنامج وعد بعلاج مرضاهم، وبدلا من ذلك ترك الأطباء الزهري يتقدموا على الرغم من وجود علاج فعال، فقد أراد مترأسي البرنامج رؤية ماذا سيحدث مباشرة إذ ترك المرضى بدون علاج. وعندما انتشرت أخبار بشأن هذا البرنامج في السبعينيات أدى ذلك لتغيرات كبيرة في قوانين الموافقة على الرعاية الصحية. كثير من هذه التجارب عزيزي المشاهد أعجبك وتريدوني أن أقوم بفيديو مفصلا عليه، خبرني ذلك في التعليقات. على الرغم من أن جميع هذه التجارب تبدو مجنونة ومذهلة ورائعة وقاسية في نفس الوقت. فقط أمة واحدة ذات رسالة خالدة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته.